واليوم فرقنا غير ومكاننا غير، واليوم عندنا المكان في مدينة بيت حنون. مدينة بيت حنون حيكون فرقنا اليوم كله شغل بلدي، فرن طين البلدي القديم والأكل عليه وبراد شاي وشغل، يعني حيكون نار. وإشي إلي 3 أيام منزبط فيه عشان نطلع الطلعة الحلوة. طبعا اليوم احنا في استضافة صديقي رضوان. البيت حنون من اكثر المدن اللي تعرضت في قطاع غزة للاحتلال الصهيوني، خاصة الاجتياحات، وكان اجتياح 2006. بس هذه نوهنا نقطة هيك، حابين نذكر الناس بالحاجات والصعاب اللي مرت فيها بيت حنون، ورغم ذلك انه هي بيت حنون واقفة صامدة مستمرة بكافة التضحيات. وطبعا بيت حنون من اكثر الاجار اللي فيها او الحاجات اللي بتشتهر فيها، يعني الحمضيات والزيتون. كملوا الفلوق، قبل ما تكملوا لا تنسوا تعملوا لنا لايك تعليق حلو، سبسكرايب. بدنا نولع الفرن رضوان، ايش بدك تسوي اليوم على الفرن؟ بدنا نسوي مشاجع زي نظام مندة، بس من الفرن اسخن من المندة. طبعا هيك بنبدا نحمي الفرن عشان نجهز للاكل. كيف الامور عندك؟ والله نار النار، هاي النار ولعت. اهلين، خبرتك قبل شغل الفرن؟ يعني انت جربت قبل هيك الفرن زمان كثير؟ ايش رايك تنصح؟ اشي اكيد اكل يعني لا يعلى عليه، الاكل اللي بنعمله في الدار والحاجات والخبز الفرن. بتذكر كنا نعمل هذه المناقيش الزعتر والزيت، المقعدية الفوق هذا وايش بسموها البوش، ايش زي هيك، ايش زي هيك، بنحط عليها براد الشاي، تشرب الشاي على النار اسكى شاي في حياتك كلها. بتدوم الفوالة العدس والبطاطا، والفوالة بشكل عام ايش ما يكون داخلها على الفرن، ويحطوا قرع وعدس كمان. الفوال، وفي كمان مرات عدس لحال، مرات فول. فوالات تاني فول. بس بشكل عام محمد اكل الفرن لا يعلى عليه. كيف يا رضوان اللي عندك الوضع؟ طمني. تمام الوضع. سلك رضوان بده يسوي لنا شاي على الفرن. طبعا براد الشاي على النار اهم شيء. وهيك بكون براد الشاي جهز. جاهز على الاخر، حيطلع اكرك عجن، والحلو فيه كان على الفرن حيطلع رهيب. خلينا نورجيك الحين كيف بطلع. طبعا هيك الشاي جاهز. هاي كاس الشاي هيك، طبعا شاي النار. واي هيك تقريبا الفرن جهز والصواني وصلن. ايش يا بشار؟ في مليان جمل. هاي الصواني جهزت، بشربوا شاي قاعدين. امور فخمه الحين عندكم، بتشوفوا كيف بس يطلعوا من الفرن. تورجيش محمد انت ما قبل، انت ورجي ما بعد. هو لا ما قبل عشان نشوف ايش ما بعد كيف حيطلع. بس انسى شاي الفرن، شاي بشكل عام، شاي على النار شاي عالمي. والله يا رضوان غلبناك اليوم كثير. والله غلب ولا حاجة، كل يوم غلب. طبعا هيك اللحمة محمد جاهزة زي ما انتم شايفين.
تمام محمد. تمام يلا. هذا الفرن صواني لحمة بالخضار. بدنا نزقها طبعا. في هذا ايش بسموه يا محمد؟ هذا بسموه الملقط. لا. هيك الدجاج صار جوا صواني دجاج مع الخضار على فرن بين البلدي حطيناهن بدهن تقريبا ساعة الا ربع او تل كلها بكون ايش جهزات. خلينا نسكرهم وننتظر 40 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دبابير طلعت دبابير. كيف الامور يا محمد؟ الامور انسى. انت شايف اللي انا شايفه يا بشار كيف الدقيقه بس اورجيهم للمتابعين. زي ما انت شايف يا بشار الصواني طلعت نحيناها. دير بالك ساخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف اللي انا شايفه؟ ما شاء الله فرن بين اليوم يوم بلد. زي ما انتم شايفين كيف كان من قبل كيف بعد. هذا الخبز البلدي تبع الفرن ما نحمصه على الفرن. بسم الله. طبعاً زي ما انت شايف يا محمد السفرة هيك صارت جاهزة بعد ما حضرنا الفرن ولعنا وشغل يعني بلدي. شغل الفرن بطول صحيح وشي رهيب بس بطلع اكل اشي جبار. يعني هذه المعترف عليها طبعا عندنا في قطاع غزة وممكن يمكن في فلسطين كلها صينية البطاطا مع اللحمة وتخش بالفرن هيك بيكونوا مثلا بيكونوا بخبزوا الناس او اي اشي بعديها بحطوا غداهم. يعني الفرن كفيل بكل شيء. خبز الفرن كمان. اكيد شيء زي ما انتم شايفين. طبعا هي هذه الصينيه زي ما حكى بشار صينيه البطاطا مع الخضار بصل بندوره وتتبيله خاصه وشيء بيطلع فاخر من الاخر. تنزل الفرن ساعه زمان بتطلع احمر شيء احمر. خلينا نجربها ونحكي لكم راينا. شكرا لصديقنا رضوان لاستضافته اليوم عنده في البيت وساعدنا في الفرن وهذا والشكر لمحمد ام رضوان على التتبيلة شيء طعم رهيب جدا محمد جدا جدا. وهيك زي ما شفتوا معنا في الصفرة بدنا نقعد الشباب وكذا التصوير ونقعد تابعوا الفيديو للأول للنهاية.
هذا بدل انه كيف الاكل اشي تاخر من لك. طبعا بعد الغداء اجا الكولا المانتا زي ما انتو شايفين اكل دسم بده كولا بس الاكل يا محمد على الفرن طعم تاني اشي والكولا ممكن نعملها في البيت عادي فيش مشاكل بس لما انت تاكل اشي على الفرن على النار اسكى اكل النار ليه طعم الها نكهة مخصوصة عشان حطب و... واشي فاخر من الله انا بدي افوتك امسك الادوار يا غالي ابراهيم يا عسل بشام من دون عزومة شوفوا معنا الحين بدنا ناخذكم جولة هيك في الارض نجرب الحمضيات الموجودة في الارض طبعا احنا حاليا في موسم يا محمد الحمضيات ابو سرة الكلمنتينا البومبل الحاجات اللي زيها بدنا نشوف ايش موجود من هذه المحاصيل صور لكم اياها وندوكها معكم طبعا زي ما انتم شايفين هذا القرفوت اكيد كلكم بتعرفوا عن صير القرفوت هي هذا هو الحب الاصلي مفضل اكثر للعصير زي ما انتم شايفين ممكن اجيب حبه شوفوها اوضح زي ما انتم شايفين وهان موجود طبعا البروكدان او ما يسمى بالبالانسيا هذه كلمه عاميه ممكن نقول بس هو برتقال يعني وهذا موسمه لسه بده وقت يعني اثنين بكون حلو الوان وهذا اللي بينعمل منه العصير يعني ما بتاكل الشيك الافضل للعصير تابعوا معنا هنا موجود الليمون طبعا من الحمضيات ليمون كثير الناس بتفضل عصير الليمون وبنحط الليمون طبعا على كل شيء يعتبر كعلاج الليمون وهذه ابو سره شيء فاخر من الله يعطيهم العافية الشباب قاعدة الحين هان وهذا الزيتون ما شاء الله الشجرة يمكن عمرها 20 سنة أو 15 سنة تقريبا التكشير المعترف عليها محمد كاملة قاعدة هان بين الشجر اشي فخم كيف مش شال والله شايفك بتاكل بصورة تمام طبعا هذا البومباي ممكن كثير ناس تعرف شو البومباي بس البومباي محمد كيف هذا بتاكل هذا عصير هذا عصير البومباي مع الموز عصير مع موز تحطه مع فاكهة تاني المهم هذا بيتاكل بس عصير بينشرب شرب يعني زي ما انتم شايفين محمد في الزراعة معك وش اسم هذه الورقة هذه تسمى ورقة مفصصة يا الله هاي ورقة مفصصة ليش؟ لأنه بتيجي كل ورقة تختلفت يعني الورقة بتكون مقسمة عشان يكسب معها المهم زي ما انتم شايفين البومباي طبعا بيطلع عمودي هذا محمد نظام البومباي عدس الوقت في عنا هذه الاسكندرية طبعا زي ما انتم شايفين بس بتزهر وتطلعها يا محمد كيف شايف النحل ابو الشرق كيف النحل عليها قريبا ان شاء الله بدنا نعمل فلوج تجربتنا في مع الناس اللي كيف بتاخذ العسل بتستخرج العسل راح يكون لنا فيديو في الربيع ان شاء الله في الربيع طبعا وهذا بعض الجولة اللي عملناها في أرض صديقنا رضوان بعض الأشجار اللي حكينا لكم عنها طبعا في العديد من الأشجار